زي ما انت قلت في المقدمة بتاعتك، المباراة مش تبقى سهلة. طبعا نادي الترجي نادي اسمه كبير وليه حقيقي تاريخ وحصد العديد من البطولات قبل كده. طبعا النادي الأهلي شخصية بطل سيد برضه. شخصية البطل زيه زي النادي الأهلي، ويمكن النادي الأهلي طبعا يعني بيتفوق في حاجات كتيرة جدا ممكن هنتطرق ليها ونتكلم عليها. ولكن فرقة الترجي السنة دي مختلفة عن السنين اللي قبل كده، حقيقي يمكن على المستوى الفني والمستوى المهاري هم مش أحسن حاجة، يعني نقدر نقول إن هم فرقة مشكلة جيدة. يا ريت نبين دي عشان نقطة برضو مهمة جدا، بالظبط. يعني نقطة يعني انا مهمة. حابب افهم يعني ممكن حد ما يبقاش فاهم الكلام اللي حضرتك يعني ايه من الناحية الفنية اقصد يعني، أيوه فنشرحه مفصل احسن. اللي بيفرق فرقة الترجي السنة دي، لأن أنا اتفرجت عليهم كتير، إن هم خططيا ايوه معاهم مدرب بيجيد النواحي الخططية وبيعرف يتعامل ويحط سيناريوهات كل مباراة على حدة اللي بيلعبها على حسب إمكانيات اللعيبة. إمكانيات لعيبة الترجي الحلول الفردية عند اللعيبة مش بالكم زي لعيبة النادي الأهلي، لا أقل، ولكن خطورتهم إن هم بيلعبوا كتيم كوحدة واحدة سواء في النواحي الهجومية وفي النواحي الدفاعية. حقيقي وهم يمكن أنا دايماً بقلق من الفرق اللي بتعرف تدافع كويس، هم بيعرفوا يدافعوا كويس لأن ما بيدافعوش بخط الظهر بس والاتنين مثلا الديفندرين في نص الملعب، لا هم لما بيفقدوا الكورة بيتحولوا دفاعيا وبيدافعوا بالعشرة لعيبة بدءا من راس الحربة وخط النص وخط الديفنس. وده يكون أصعب. طبعا مش أوكي. هتلاقي يعني المساحات، مش هتلاقي المساحات، الخطوط المسافات ما بين الثلاث خطوط دايما وهم بيدافعوا بتبقى قريبة، ودي بتصعب فيش طبعا حد واقف يعني قاعد واقف قدام ومعلق وسرحان. قدامه سرحان. لا وبعدين فيهم حاجة، انت عارف كابتن اسلام، لعيبه الكوره نوعين، في لعيبه بتجري ورا الكوره وهي بتدافع، يعني الكوره بتتباصى تجري تسيب مكانها سيب وتجري ورا مكانها الكوره. وتجري، بس ده بيبقى اكتر يا كابتن في افريقيا الغربيه والشرقيه بعيدا عن افريقيا بالظبط الشماليه. شمال افريقيا موضوع لا، مختلف. هم في من ناحيه النواحي الدفاعيه من ناحيه التمركز بيتمركزوا بشكل كويس جدا، من ناحيه الرقابه من ناحيه التغطيه فاهمين، عندهم فهم كبير جدا للواجبات الدفاعيه بتاعتهم. حقيقي. ولكن معنى الكلام ده مش يخوفنا، بالعكس احنا لازم برضو نعرف نتعامل مع هذه المباراه، بالذات المباراه اللي في تونس المباراه الاولانيه نتعامل معاها ازاي على اساس نريح نفسنا في المباراه الثانيه باذن الله اللي هتكون في القاهره. هم فرقه الترجي برضو اللي بيتابعهم لما بيلعبوا على الملعب على ملعبهم ما بيلعبوش جيمات مفتوحه، لا 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 مقفول. دائما توازن ما بين الدفاع والهجوم، يعني 50 50 صحيح. ما بيندفعوش للهجوم، وعشان كده ما فيش فرقه لعبتهم قبل كده كانت بتجد المساحات لما بتقطع الكوره ما كانوش بيلاقوا المساحات اللي ممكن يستغلوها. واخرهم سان داونز. بالظبط واخرهم سان داونز اللي هم بقى على المستوى المهاري ناس عاليه بشكل يعني كبير حد جدا. حضرتك، انا كنت فاكر ان حضرتك كنت معايا اعتقد قبل المباراه او بعد المباراه مباشره، انا قلت لي انه في المباراه الاولى وقفوا مدافعين زيهم كانها بتتلعب بره تونس. بالظبط، وده اللي هيلعبوه قدامنا احنا الماتش في تونس، ولكن تمام هم مش هيندفعوا للهجوم. والله. الجيم هيبقى متوازن، هو اهم حاجه بالنسبه له ما يجيش فيه جون، ده اوكي. بالنسبه لهم، بالنسبه لنا احنا ازاي نعمل ان احنا نحرز هدف هناك، وبرضو دي هتبقى بالنسبه لامكانيات لعبتنا هتكون متاحه لينا ان احنا لو قدرنا سيناريو الماتش يتقري من قبل الماتش ويبقى فيه تكليفات هجوميه لعدد محدود من اللعيبه بالذات الثلاثه اللي قدام نقدر نستغل طيب. ونقدر